يوه صباح خير والله غلط بعض يا رجال، تصحى كذا تحس انه معك عم الوان، كل المبنى رصاصي وكذا صور كذا حيوانات، والشقه يا جماعه فيها شبابيك بس كل الشبابيك مقفل. المهم يا جماعه الحين طالعين رايحين نفطر، نجيب حلا مع القهوه ويشتري لي لبس، وهذا هو المهم يا جماعه. هذا رابع يوم باللبس هذا، بدي يتحلل على جسمي عرفت، بدي يلصق على جسمي. اربع ايام لابس، والمشكله حتى الشقه اللي جيناها ما فيها لا دش ولا فيها حتى غساله ولا فيها اي شيء، يخرب بيتك. قلت خليني اطلع وتروح اشتري لي لبس جديد. تيجي من الفخامه والحركات هذه الى مكان الله يخلف يا جماعه. شوف 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 لي الاسانسير بالله، لو تنزله ما ينزلك على الدور الاول، ينزلك على القبر على طول. طلعنا الشارع الحين، دور لنا محل نفطر فيه كويس، نشوف لنا محل نشتري منه لبس. هذه لا خذ اللي فيها زين جوب اللي هنا هذه. ايه يلا يلا مسيطر يذب الحين. احسن ما في الشعب المصري انه مهم كذا يبغوك تسالهم. صف لنا واحد محل طعميه على كيف كيف. ايش انا عاوز؟ اثنين شاي. والله والله الشاي هنا عندهم كلام ثاني. طلبت فلافل جديدة لأني ما استحملت منظره يسويها بيده، اشتهيتها سبحان الله وعلى طول طلبت. بعدين يعني حتى اللي يقول يعني هو قاعد يسويها بدون قفاز، ما عمرك سمعتوا عن البكتيريا النافعة أو البكتيريا الضارة اللي تنفع الجسم؟ تلقاها هنا، عشان كذا أنا أخذت منه. يوم شفت يسويها بيده قلت أوه بس البكتيريا هنا، خلني آخذها. جاكو فطور يا سلام، احس اني شبعان يد، احس اني اكلت يد اليوم. اشتريت لي طقم جديد والحين رايحين الشقه ناخذ شنطنا نروح للشقه الثانيه. استاجرنا شقه ثانيه يا جماعه لان الشقه اللي احنا فيها مو ابو كلب، ما فيها غاز عشان نقدر نسوي قهوه، ولا فيها حمام نظيف، ولا فيها غساله، ولا فيها ثلاجه، حقت نوم بس كذا، تيجي تنام وتمشي على طول. يقطع ابو المعاناة يا شيخ. والله علم وش تعلمه يعني؟ والله كسرك انت وياه على الشقة اللي انت ماخذها هذا. هذا التوفير الابو ك... هذا توفير الكلب انا اسميه. جينا بدنا ناخذ الشقة اللي مستاجرينها، طلع شقة توهم مغادرين منها ناس، فاحنا جالسين ننظف. تعلي بعد ساعتين ساعة ونص وندخلك الشقة. يا ابن الحلال تكفى يا رجل، انا ابو نسيم يمرمطني بعدين تجي انت تمرمطني، تكفى. لا الشقة الحين ما جهزت، قلنا خلنا نروح ناخذ لنا قشطوطة حكم اني ادمنتها، وناخذ لنا ايس كريم من كذا محل اسمه ابو العبد. هو كذا اسمه ايس كريم ابو العبد، انا ما ادري ايش قصده يعني يوم سماه ابو العبد، هل هو عنصري ولا شيء ما ندري، ولكن احنا نيتنا سليمه واتوقع ان لا يعني. عيال اسماء هنا في المحلات في مصر ترى غريبه، يوم كنا يا جماعه في 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 الريف والله لقيت محل اسمه المظلوم، اتوقع المبيعات عنده صفر يعني، لان اسم على مسمى ما حد عنده. شوفوا حتى ما طلع اسمه حلواني ابو العبد، طلع العبد بنفسه. ابو كرمل المره الجايه؟ لا خلي المره الجايه. جيب لك فستق؟ اجيب لي فستق. ايس كريم المنجو كانك تاكل منجو، جيب حاجه جديده عرفت، مو طعم منجو يعني وش بدك تقول؟ هم حقين السفر زي كذا فانا قاعد اسوي زيهم يعني. اي عم جبت لك ايس كريم، ابغاك تجرب ايس كريم اللي جبته لك. ها؟ ايه الامر ذوي الحلاوه ربنا يبارك. اما الفستق خرافي، تجي معاك. مالك علاقه، ايش معي مالك علاقه؟ فلوسي فيها بركه، ما اجيب انا الا الحاجه اللذيذه. هذه كم سعرها؟ بالريال السعودي تقريبا 7 ريال. الايس كريم اللي اخذته تدري بكم؟ الحلو هذاك اللي شكله تحس انه سعره كذا 15 10 ريال اخذته بريالين. هنا الصراحه يا جماعه اسعار الاكل مره ممتازه، والاكل لذيذ بس اعرف من وين تاكل، مو اي مكان تاكل فيه، زي المحل اللي افطرنا فيه اليوم. شفت الفطور اللي افطرنا اليوم تدري بكم؟ تقريبا 100 جنيه. يعني تقريبا 10 ريال او حتى اقل من 10 ريال، يعني هنا يمكن تعيش يومك اقل من 50 ريال. شوف وجه النكبه، شوف وجه النكبه. فوق الظهر. جيبه. يلا جيبه، خلني بس افضحك قدام الناس وبعدين. لا ابو نسيم مرمطنا، طلع حاجز بكره الله يصلحك. طلع الشقه اللي المفروض حاجزينها اليوم حاجزها بكره. شقه اللي حاجزها بكره حاجزها بكره، يعني بكره في حجزين. الفندق هذا جلسنا في الاستقبال اكثر من ما جلسنا في الشقه. يلا هو المشكله يا جماعه متروش ومغسل ملابسه، انا لا انا تروشت ولا غسلت الملابس ولا سويت اي حاجه. اللبس هذا يا جماعه هذا ربع يوم امشي فيه، من كثر يعني ما لبسته تحلل عرفت وتلصق في الجسم. ايش رايك نتشارك ونغتاله؟ نعمل ايه؟ الشنطة هذه فيها 200,000 جنيه. يلا. تعبوا السفر اذا كذا، انا لو داري اخذت شقة لمدة اسبوع وخلاص، يذبحني عيال ابو نسيم تدري وش يسوي؟ كل يوم يستاجر شقة. يا اخي طب يمديك تستاجر شقة لمدة اسبوع وانتهى الامر وخلاص. الله يقطع بالم... الله يقطع بالسفر يا شيخ كله. ما كنت داري ان السفر كذا يعني توقعته ممتع عرفته؟ بس طلع مرمطة. بالله شوف وجه ابو نسيم الحين لانه كرشوه، لانه هو حاجز لبكره من اليوم. مش نفس الشركة، لا 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 لا. هو قلنا مستاجر شقتين في نفس اليوم ومرمطني من الصباح، مسكني امس في شقة اطفال، جاي الحين يبغى ياكل معي قشطوطة. هذه الناس كمان. الناس سبحان الله ما تستجر.
تستحي من كل الاحوال، عرفت؟ مو بس جاء الواحد انه ما يعرف يستاجر شقه، لا من كل مكان. لان اول النيه ايش؟ نروح نستاجر قهوه، نسوي قهوه، نستاجر قهوه حلو، واضح ان ابو نسيم عداني. تخيلوا يوم دخلنا شقه عشان نسوي قهوه، اول ما دخلناها طفت الكهرباء، ما قدرنا نسوي قهوه، وجلسنا 20 دقيقه والكهرباء ما اشتغلت، ورا بعدها جاء الرجال قال هذه من غرفتكم. رحنا لغرفتين كلها فيها ناس، ويوم تاكدوا من الحجز طلع ابو نسيم مو حجز الشقه هذه اليوم، حجزها بكره. تمرمطنا في الاسياب وندور شقه ما لقينا عندهم، والحين جالسين ندور شقه وابو نسيم تدرق بشويش يقول لي، يقول شكل مالنا غير شقه الاطفال، شقه الاطفال مالها غير انت، والله ما اروح لها. يا رجل تخيل انك تنام في سرير الاطفال، عرفت كذا نص جسمك اصلا برا السرير، حاطين مع القشطوطه ورد، ما يدري اني ورده. امزح والله امزح، لا لا تكفى لا تدعي اني اسكر شقه الاطفال. هذا احنا في الشارع سبت حجوزات ابو نسيم، اقطع بالوضع يا عيال، امس مرمطه واليوم كمان مرمطه، وانا كذا لي اربع ايام ما تروشت، كذا احس اني وسخ لي اربع ايام. والمشكله يا جماعه فوق كذا بطني جالس يوجعني، شكلي عشان ماذا وقت ابو نسيم القشطوطه قبل شوي. امس يا جماعه كان يوم كله على الخط، واليوم برضو كان يوم كله انتظار الشقه هذه، واخر شيء ما جت. نمر كذا مكانين ثلاثه اماكن على الاقل، مع اني يا جماعه في القاهره ما يمديك، لان اذا ركبت السياره اقل مشوار انك تجلس نص ساعه ساعه. حكم ان ابو نسيم جالس ياكد حجز جديدة، ما ابغى اضيع الوقت هذا. في عندنا محل اسمه ورد دمشق حاجه زي كذا، وراح اخذ مننا بلسيه وان شاء الله اني القى عنده قهوه، لانه اقسم بيت الله يا جماعه دايخ. النيه نتقهوى في الشقه هذه، واخر شيء لا تقهوينا ولا حتى جلسنا في الشقه. ابوك الحظ طلع حتى المحل اللي ابغى اشتري منه نابلسيه يا جماعه طافي الكهرب عنده. اعطيني واحد شاورما لارج نشب، جاء انا شارد منه وجاء الله من البلشه، نشبه وما يعرف يحجز، اثنين في واحد. اقول لك ناكل في المحل، اقول صرف نفسك والله. الله الله على اخلاق الشحادين يا عم. جالسين ننتظر الحين هنا تاكسي عشان نروح لشقتنا الجديده ان شاء الله، وعشان يا جماعه ابغى تاكسي ما في ولا تاكسي في الشارع، ومن اليوم وانا ما ابغى تاكسي مليانين التكاسي، يجي جنبك يدقدق بوري شوي ويصدمك. هو سبحان الله الحاجه اذا بغيتها ما تجي، ما لقينا سواق. غير كذا الشقه اللي رايحين لها دقينا على الرجال قال والله مفتاح الشقه معاي، وانا الحين في العمل نص ساعه واكون عند الشقه يا دين. المهم قال نستغل الوقت هذا بدل ما نجلس يعني في الشقه، ونروح يعني نتمشى، نروح نشرب شاي. احسن ما في المصريين هنا هو يبغاك تساله عشان يعلمك وين المكان اللي تبغى تروح له. يا عيال مرمطه حتى تمشي ما اكتمل، ركبنا سواق عشان ناخذ شنطنا ونروح للشقه هذه، حتى تمشي ما اكتمل ليه؟ انت بتشتكي الخالي ليه وانا شتمتك ولا غلطت فيك؟ لا ما حصلش، لا ما شاء، لا مش انت، لا مش انت. بشركوا بدلت يا جماعه، وكانت اني نروح للشقه والرجال هذا قال لنا نص ساعه واكون فيها، دقينا عليه مره ثانيه قال انا ممكن ثلاث ساعات واجيها. يخرب شيطان الشيطان، تخيل انت مسافر وضع من يومك ثلاث ساعات جالس عند باب شقه تنتظر صاحبها يجي، مو طبيعي. قلنا بدال ما ننتظر ونتمرمط نروح لسواق ونقول له ايش اقرب فعاليه من هنا. جينا عند واحد ظبطنا تظبيط يا جماعه، قال انا اعرف كذا مكان تركب في مركب وتمر جزر فيها شلالات تقدروا تسبحوا. يا عمي ايه بقى يا عم، يعني نروح ناكل الفطيره المشلتت اللي مشهورين في مصر، برضو نمر جزيره العسل ونشرب شاي ونروح نسبح في الشلالات، وتدروا كيف نروح لهذه كلها؟ ابغى اشتري عليها بس ماني عارف. وكل الجزر هذه نروحها بالمركب على النيل، يعني من بدايه الرحله متعه. رحلة القارب هذا على النيل وعلى الجزر ولا طلعت غالية، توقعت رخيص تقريبا من حدود 450 ريال حزي كذا، بس انه بيفر فينا فره محترمة يعني تقريبا ساعتين، اهم شيء ما تغرقنا. دعواتكم لنا يا رب ما نغرق بس. يلا يا عم انا ماسك لك القارب عشان ما يمشي، اربطه بسرعه. يا دين ام الشعر هذا يا شيخ، اقسم بالله اني كارهه جدا. لا امزح ماني كارهه عشان ما تنبسطوا. عارف تنبسط تبغاني حلقه والله ما حلقه. تدروا اني اكتشفت معلومه هنا مره خطيره ما توقعتها ولا 1%. انا كنت اتوقع يعني عمق نهر النيل اذا مره 10 متر 20 متر، تدروا كم اعمق نقطه في نهر النيل؟ 135 متر. انا ما ادري هو قاعد يكذب علي الصراحه الرجال ولا لا، بس انه اذا صدق فهذه صادمه الصراحه. 135 متر والله صار بحر، هذا ما صار نيل. كيف الفطيره المشلتت اللي تسوي الحجه هنا؟ تمام ناخذ فطيره مشلتت مع العسل البلدي اللي عندهم هذا، او قطع مغشوش العسل الطبيعي ما نخش. احنا تدري وش اللي اهم عندنا من العسل؟ اهم شيء عندنا السعر، وانا اهم حاجه عندي السعر. حتى الهواء يا جماعه هنا نظيف غير عن القاهره، القاهره تحس انك صعب تتنفس. دفى ربع البنزين بتاعه ده 95 يا عم حمار، هذا واضح ان الماكينه حقته موظبه يا عم، وما ياكل كمان بياكل خضره. يا عمي ما ظنت انه ياكل حتى خضره يا عم. تعمل لنا حكايه الثانيه، بعطيها واحده يا عم. لذيذ فطيره مشلتت هذا والله لذيذ، سنه كذا تحس في طعم عجينه، اكيد تحس في طعم عجينه يا ابو عود. خبز يرحم يا اخي، تقول يحطوا عليه سكر من فوق. هذه ما قشطه، تقول جبنه. ليه ما تاكل معنا؟ انا لسه اكل امبارح.
هاكل كل يوم. الله يسعدني كوبايه الشاي عليك. هاك كوبايه شاي يا عم احمد. انت بصيت لنا في كوبايه الشاي بان عليك. هو برضه ثاني عامل زي حماد. ما شاي بس يا ابني بقى انت ايه. يا نهار اسود يا نهار اسود. محسوب يا ابن الحسن. انت محسوب. ما جلسنا 10 دقائق ضيعت جوالي مرتين. وانا ماشي الم وراه. يا عم اعطيها هزه يا عم. يا الله يا عم. قوم المركب يا عم احمد. صورني من بعيد يا رحم امك يا محمد. تكفى يا اخي الله يا اخي معي واحد ما يعرف يصور يا عيال. وصلنا الجزيره الثانيه بالشركه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اللي جنبك دوت وانت في الباب اللي جنبك. خلاص ابو نسيم ينساك عليك الموضوع بسرعه. قال لنا قفلوا البيبان. جينا بدنا نقفل البيبان طلع اصلا ما في بيبان. يلا قول لنا نكته. يلا قول. يا سمعت اخر نكته؟ ولا انا سمعتها والله. يقطع عمل المسجلات يا جيل. قاعد يعلمنا عن الفله هذه انه سكنها الممثل محمد الهنيدي القصير هذا. قال عاملها طويله عشان يقدر يشوف مصر. عارف ان الذب سامجي بس عاد نضحك احنا مسافرين عادي اي شيء يضحكنا. الحين منين لك هالبيوت هذه؟ لو طحت من هنا الحين اموت ولا لا؟ يا الله عصت الشلال اقسم بالله ممتع. وقارب شكل بعدين احسن ما فيه ان احنا جينا على الغروب. الحمد لله جينا هالمكان على الغروب. يعني اقسم بالله منظر غروب ان لحاله ينسيك تعب ان ينسيك المرمط اللي عشناه اليوم. المهم ان صاحب القارب اللي احنا معاه يقول لي سالفه هنا ان في جزيره اسمها جزيره دلتا. هذه الجزيره اذا ارتفع منسوب خربت السالفه والله يخرب. اسولف لكم في الشقه يا اخي. انا ما ادري والله يا اخي ما ادري. خير رحنا الشقه الجديده بدون اي مشاكل. لكن في مشكله ان ابو نسيم حاجز الشقه تحت ميكروباص اللي هو الباص كذا. زحمه ودنيا وناس تخش عليك تقول ها تمشي معنا تمشي معنا. نفس الكدادين عندنا عرفت. الصنصير جاء وقف عند ابو نسيم وجاء فتح باب سحب علينا الصنصير نزل تحت. سامع الموسيقى اللي حاطها لك عشان تروق. يخرب بيت الجو يا ابو نسيم. بالله كيف؟ يقطع جو القمقمه. يا رب ان الشقه حلوه يا رب. يا سلام يا سلام. اهم شيء فيه مطبخ هذا المهم. انت واحد يقعد فيه. والله؟ يعني انا اول واحد يعمل كل حاجه هنا. يلا خلني راح تروش. اول واحد تروش في الشقه انا. انا اول واحد فتحت الثلاجه. انا اول واحد ضربت شخص في الشقه. ايه يا الدش. صح عليك صح. اول واحد تروش في الشقه الجديده. المهم صح نسيت اقول لكم القصه حقت الجزيره. شفتوا يوم احنا ركبنا القارب ورحنا الجزيرتين، واحده من الجزيرتين هذولا اسمها جزيره دلتا، وهي اللي عندها اعمق نقطه في النيل، تقريبا عمق النقطه 135 متر حاجه زي كذا. الجزيره هذه زمان قبل لا يسووا السد الكبير والسدود اللي عندهم، كان نهر النيل في فتره من الفترات يرتفع فيه منسوب المياه لدرجه ان المياه تغطي نهر النيل، وكان وقتها في سكان في هذه الجزيره، فكانوا يعانوا من الموضوع، يا عمي الثلاجة هذه من جد تشتغل الحين. فكانوا يعانوا من الموضوع هذا لأنهم يكونوا زارعين قمح وبطاطا وبصل وأمور كثيرة. خلنا نوصل الثلاجة خربتهم السالفة خلتني أكلج. والله أبو عود ما له علاقة الثلاجة بالتكليج. أنت من زمان تكلج. فالناس اللي كانوا في الجزيرة يا محمد اسكت أنا ما أدري قال من الثلاجة ولا منك. عاد والله استحمل صوت الثلاجة ولا استحمل صوت البرنسيب. فالناس اللي في الجزيرة ابتلشوا يعني هم يكونوا زارعين قمح ودنيا وبصل ومدري ايش وفليفله وبندور وامور كثيره ويرتفع منسوب مياه نهر النيل ويخرب زرعنا. فكانوا من الجهل اللي عندهم تدروا ايش كانوا يسووا؟ كانوا يروحوا ويدوروا اجمل بنت عندهم ويلبسوها ذهب وخلاخيل واساور ويلبسوها لولو وخواتم. المهم يلبسوها من اغلى الاشياء اللي عندهم في الجزيره. وتدروا ايش يسووا فيها؟ يروحوا يطشوها في النيل. طبعا الكلام هذا قبل 400 500 سنه، المهم من الزمان على كلام المصري اللي كان معاه، باعتقادهم اذا طشوا اجمل بنت عندهم يرضى عليهم نهر النيل ويقل منسوب المياه. المهم ان ما توقفت العاده هذه لين ما خلصوا البنات اللي عندهم، كل الجميلات طشوهن في النهر واخر شيء ما عندهم بنات، مين يطشوا؟ كنسلوا العاده هذه. يا اخي ودي اروح للشيخ اللي هناك اقول يخرب شيطانك، طيب ليه ما تطش نفسك؟ يا سيد الرئيس ده انت كيف؟ والله ودي كذا لو اني كذا رئيس دوله احط كذا وجه ابو نسيم واكتب ممنوع يسافر للدولة حقتي. صوته يا رجل فيه بحة تحس انك تحس انك قاعد تمشي على ارض مكسرة عرفت من كذا ازعاج. المهم نسيت اعلمكم بشوفك تروجت لبست لبس جديد طشيت اللبس الاخضر هذاك. الله يا ولد يا ولد ركز لي على السقطة. مين من موديل الجينز انا مسويه؟ معجبني الشنكار الحبل اللي يا هلا عشان اربطك ما تضيع والله. في الجانب الاخر شوف طقم ابو نسيم كيف يقطع بالخياس يعني. حتى وش لابس؟ حذيان هذه حقت يعني حريم بس مو مقتنع الله يسامحك. يا ريت كل شيء عندك حريم. عبد الله ليه احنا وش ليه قال لك يعني اني انا المعصب الحلو يا رجال.
تعال يا رجل والله ما راح تصير حلو زي يا عم محمد ما راح تصير حلو خلاص لا تناقشني شفته ابو نسيم خويي هذاك اللي انا اللي ماشي معي مسافر معي وانا اقول انه خويي سحب علي بيقول انت تاخرنا وما ادري وش عندك تصوير كثير يا عمي بلا طز فيك اخرني ما اخرتي طز فيك ما طز يعني يبغاني اسحب على التصوير عشان امشي بدري يا رجال عشان تعرف اني انا جالس اضحي عشانكم جالس اضحي خويي في السفره حط رايك اشتراك بدينا استغلال عبر الرعب يا عيال طلعت من الشده طلع الصوت هذا ما ادري وين رايح اقسم بيت الله يا اخي يخرب بيت الوضع يا اخي يخرب بيت الوضع تكفى حد يهزمني تكفى الله يا المنظر شايفين المنظر يا جماعه واو اقسم بيت الله كانك ساكن وين لا مقفله ايوه مقفل انا مقفلها كيف قفلتها سكرت الباب محمد ايش مساكنك هذه يا رجل مسكننا مساك الجنن شفت اللي يتسافر معي يقول لك توفير اقطع بالتوفير يا شيخ المشكله قال لك توفير ويوفر في النهايه 15 ريال كذا نهاية السفرة يا كثر هرجك يا رجل قلت مشت شعرك يا كثر هرج الآدم يا رجل اسكت فلوس خليص هذا الألف اللي هو يود طعبوا يا أنا والله ما جاب لي الهم مسكت المساجد اللي حطيناها هذه يعني قال لك أنك الحين مروق ها المشكلة شوف أنت مروق على المنظر هذا يا يعني ممكن نموت المهم شفت الألف اللي هو حاط في باله انه يوفرها نهايه السفره 985 ريال راحت كلها سرقات خمو فيها لان اليوم رحله القارب اللي رحنا لها دفعنا عليها 6000 جنيه 470 ريال ليه ما ندري والمشكله ان ساعتين راحت واحنا كذا على النيل ويوم جينا قلنا يا عمي خفض لنا ساعتين في النيل قال يا عمي انت ما تشم نهر النيل انت مو كل يوم تشم اذنك تصدق ما تدري تلقاها من البوري ولا اغاني اللي شغلوها ولا الاصوات الغريبه اللي تطلع اصعب حاجه ممكن تسويها هنا في مصر انك تقطع الشارع وانت ما تندعس اركض اركض الشارع فاضي لاول مره في التاريخ 225 ها 50 جنيه فاضي تمام حركات الله الله اوه يا عمي والله لذيذ ألذ كل شيء ذقته في حياتي من كثر ما هو لذيذ اني ما اقدر اسولف لكم بس ابغى اكل 10 على 10 اخذنا 2 كشري نفس الحجم هذا ب 50 جنيه يعني تقريبا 4 ريال ونص حاجه زي كذا او حتى مو 4 ريال ونص 4 ريال الحين رايحين لسوق اسمه خان خليلي الظاهر يبعد عننا مشي كيلوين ترى ما راح نمشي السياره بنمشي مشي لان اليوم انا ابغى متكل لان يا جماعه وانت تمشي على رجولك تشوف اشياء ما تشوفها وانت بالسياره فيها متعه ما تحس فيها بالسياره عشان كذا قلت ابغى امشي على رجولي لين ما اصل كل مكان ابغاه ابو يوسف يا جماعه متصل علينا الله من الدوشه انا شارد منك من تبوك تروح تتصل علي يعني حتى وانا شارد منك تتصل علي ليه شوف يا جماعه وجه ابو يوسف انا شارد منه من تبوك ولاحقني دق علي هنا وحط لنفسه فلتر عرفت كيف يا عيال انا ايش وضع اليوم مع الشوارع المعربه والله ان الرعب في لسانك يا ابو عواد الظاهر يا جماعه انه بدينا نخش الاسواق الظاهر شوفوا هذا سوق تحت الكوبري على طول فوقنا السيارات تمشي ابو نسيم ذبحني بسالته الغبيه يقول لي وين الطريق اقول له سيدي يقول سيده طيب انا مو تو قايل لك سيده والله يا جماعه حتى انا ماني داري وين رايح شكرا يا فندم الله يبارك لك يا ابو حبيبي لان احنا ضيعنا في الطريق يا جماعه اقدع ناس المصاري احلى ناس السعوديين والله عليك لو يا الزحمه ما ادري هذول جالسين هنا عشان ايش على حسب خبرتي القليله في مصر اتوقع ان هنا في ميكروباص شفتوا شقتنا مو عندها زحمه زي كذا وكراسي اتوقع ان برضو هذا ميكروباص نفس اللي عند شقتنا متشكرين يا فندم الله يسعدك يا رب حبيبي كل الشوارع اللي طبينا فيها يا جماعه صخب موسيقى كذا مزعجه ودب وسلحفاه يرقصوا طب اشياء كذا غريبه وحاطين لهم دبكه وما ادري وش حسدني صدعت المهم قبل شي واحد وصف لنا طريق قلت له يعطيك العافيه قال في وشي ايش معناها ما ادري بس انا قال في وشي يعني ان شاء الله انه حاجه كويس ان شاء الله ما دامها وجه حاجه كويس قدرت اشرب مويه لانه من اليوم ندور محل عنده شبكه عشان نشتري مويه ما لقينا جيت عند واحد قلت له عنده فيزا قال لا والله شايب كبير انا عايز مكان في شبكه عشان اشتري مويه قال يا عمي تعال خذ مويه قلت لا والله قال يا عم قلت خلاص الله يكتب اجره وان شاء الله انه ربي يرزق يا رب روحين من السوق خلاص اقسم بالله اذني يا جماعه انها توجعني الحين يا اخي عندهم سماعات يا جماعه الصوت يوصل ل 7 كيلو فهمنا انا فاهم عليك بس لان ما معنا كاش هذه المشكله لكن ان شاء الله الحين في الصرافه هو يلقى كاش ان شاء الله ويمدي يسحب يا محمد طف انا اشرد من السوق تجيني انت تشغل لي اغاني يرحم ابوك قررت اني ما انام الا وانا شارب قهوه لانها في نفسي من الساعه 3 الظهر من اول ما طلعنا وطردونا من الشقه الاولى عرفتوا وانا نفسي في القهوه
قلت والله ما نام الا انا شربها، لو ما تخليني انام راح اسويها. قبل شيء صارت معنا مرمطه بسيطه، يعني احنا اليوم عشنا انواع المرمطه، مرمطه الشقق، مرمطه في السواقين، مرمطه حتى في الفعاليات، مرمطه في كل شيء. من بدايه الشقه الى القارب اللي استجرناه الى السواق اللي تمرمطنا معه قبل شوي. وش السالفه؟ احنا معنا يا جماعه فيزا اللي هي شبكه بس ما معنا كاش. هل السواق في مصر مع مثلا بطاقه؟ مستحيل، كلهم يتعاملوا بالكاش. قلنا خلاص شكلها مالها غير ماشي، من خان خليل شارع المعز الى الشقه حقتنا تقريبا ساعة، ساعة ونص مشي. يقطعوا بالمشوار يا شيخ، الله يقطعوا بالمرمطة، يقطعوا بالدنيا كلها والسفر كمان. ما كنت بتوقع السفر مرمطة للدرجة هذه. صح انه مرمطة بس متعة يعني وناس. والله احنا نركب لنا مع مصري عمره 61 سنة، ركبنا معاه وفهمنا الوضع. قال يا عمي بقى نمشي وندور بنك، قلنا كذا ممتاز. المهم قلبنا على البنوك ما لقينا، ويوم وصلنا عند الشقة حقتنا لقينا في النهاية في بنك عند شقتنا. طلع بنصم الشقة اخذ الصراف وسحب فلوس واعطاه. طلعت الشقة انا وجلست اسوي لك قهوة. والمشكلة المصري كان خايف احنا نطلع الشقة ونسحب عليه، لان احنا وش قلنا له؟ قلنا شوف يا عم بنطلع شقة ناخذ البطاقة ونسحب فلوس ونديك اياها. قال يا عم اذا انك ما تجي قول لي ما تجي وامشي. يا دين الله. المهم انه في النهاية صفت على ان ابو نسيم خلاني مع السواق امان، عرفت يعني اني تعرف يوم انك تبغى تلعب في الدبابات اللي في الصحراء، يوم تجي عندي يقول لا هذه بس عوائل، فانت تبدا تعطي جوالك تعطي اي شيء ضمان انه والله راح ارجع لك، عرفت؟ فابو نسيم خلاني كذا مع السواق. طب يمكن السواق يعني شخص غير جيد ويدق سلف ويمشي وانا امشي معه، حطنا كذا ضمان مع السواق. هاي حسن عندك اذا ما جيتك خذ حسن. صراحة توقعت ما يرجع بس رجع الحمد لله، واخذ الضمان من عند السواق اللي هو انا. طلعنا الشقة وهذا انا جالس اسوي له قهوة. يا خلاص اني حمار. صح يا جماعة نسيت اعلمكم، اول ناس تسوي قهوة في الشقة الجديدة. بص يا عمي سقها يا تعب يا عيال، لا سواليف لا نكت لا فايدة، احسن ما فينا يدفع فلوس بس. الدمع الاصيل يا قلب عيني كذا كلام تجميع صيني. يا قلب عيني ايش القرف هذا؟ دمع الموالي صنيقة ما لقى اشياء قرف صنيقة وش تخسر ما حدد. يخرب شيطان الفنجان. تعطيها واحدة من هذه البسكوتة خلاص بعدها تواصل ما يجيك نقطة تغير بقى عليها اقل من ساعة، وانا جالس اشرب قهوة ولا وابغى انام. شغلة ما على كيفك يا حسن، والدنيا ما هي على كيفك. في نهاية الفلوق اتمنى انكم استمتعتوا بالفلوق زي ما استمتعتوا ونصر عليكم. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة ومع السلامة. صح نسيت اقول لكم، اول شخص ياكل بسكوت في الشكل الجديد.